أكد مبعوث وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة فلاديمير تشوروف أن المراقبين الروس سيصلون إلى سوريا عشية إجراء الانتخابات الرئاسية وسيتواجدون عند الإعلان عن النتائج الأولية لفرز الأصوات. وقال تشوروف اليوم الثلاثاء أن المراقبين الروس سيتوجهون إلى سوريا في أقرب موعد قبيل انطلاق عملية التصويت وسوف يحضرون الإعلان عن النتائج الأولية. وأضاف أن مجلس الشعب السوري وجه دعوة إلى غرفتي البرلمان الروسي ومجلس الاتحاد ومجلس الدوما، وسيتم تعيين أعضاء وفد المراقبين الروس من قبل اللجان المعنية. يشار مشاهدينا الكرام إلى أن الانتخابات الرئاسية السورية ستجرى غدا الأربعاء، فيما صوت السوريون في الخارج يوم الخميس الماضي، ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي بشار الأسد، عبد الله سلوم عبد الله وهو برلماني سابق ينتمي إلى حزب الوحدويين الاشتراكيين، كذلك محمود مرعي الأمين العام لجبهة ديمقراطية السورية. وعبر الهاتف ينضم إلينا من موسكو وضاح الجندي مدير مكتب التعاون العربي الروسي. أرحب بك سيد وضاح بداية على شاشة إكسترا نيوز، ما الأهمية التي ستكتسبها هذه الانتخابات الرئاسية السورية بحضور وفد من المراقبين الروس يعني للإشراف ربما على هذه الانتخابات من الناحية الدولية ربما وإطفاء شرعية لهذه الانتخابات؟ أسعد الله أوقاتكم. يعني جدية كاملة من قبل روسيا لهذا الموضوع، ورغم مقاطعة دولية كما تعرفون، ولكنها بالنسبة لروسيا الموضوع هام. يبدو لنا ليس من مجرد التعليقات التي أيدت العملية الانتخابية، ولكن حتى من إذا نظرنا إلى أعضاء الوفد الذي توجه إلى سوريا، وحتى الذي السفير المفوض الذي علق على الموضوع المسؤول في وزارة الخارجية السيد فلاديمير تشوروف، لقد شغل لتسعة سنوات رئيسا للجنة المركزية للانتخابات في روسيا. إذا الموضوع أعطي مهنية لتبدو الأمور أنها على محمل كبير من الجدية بالنسبة لروسيا، وهي تهتم بهذا الشأن. أيضا من الأعضاء الذين نزلوا سافروا إلى سوريا بعض الذين كانوا مراقبين في الانتخابات السابقة بعام 2014، ومنهم عضو مجلس الدوما سابلين الذي شهد انتخابات الرئاسية والانتخابات مجلس الشعب السورية. طيب سيد وضح، هل يمكن اعتبار وصول هذه المراقبين الروس إلى سوريا اليوم رسالة غير مباشرة من الدولة السورية وروسيا أيضا للمجتمع الدولي، لأنه كما ذكرت هناك بعض المواقف التي ربما لا تعترف بهذه الانتخابات؟ لا شك أنت أصبتي في هذا الموضوع، ونعود إلى طبعا الأعضاء أنهم ليسوا مجرد شكليين، هناك عضوين من الهيئة الاجتماعية التي تمثل المنظمات المدنية، ومنهم السيد ماكسيم جيدورف الذي كان في سوريا عدة مرات، وقبل فترة أصدر كتابا هو والسيد سابلين حول التدخلات التحالف الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف والعمليات التي يسموها الإجرامية التي قاموا بها من قصد في سوريا. إذا الموضوع أخذ محمل الجدية وربما بعض المواجهة. إذا نحن نعترف كروسيا الاتحادية بهذه الانتخابات ونرسل المراقبين للإشراف عليها ومستمرون في هذا الموضوع، ومن سيشهدون هذه الانتخابات لهم عدة سنوات من التعاون مع سوريا، سواء رئيس الوفد سيرجي موراتوف الذي يمثل جمعية التعاون الروسية السورية البرلمانية، أو سواء كما تحدثنا الذين يمثلون الهيئات والمنظمات الاجتماعية الذين حريصون على دراسة ما حدث في سوريا ومنع حدوثه في روسيا، والتوجه إلى الدول الغربية بأننا ماضون في التعاون مع سوريا وفي بناء ما يسمونه بناء سوريا الحديثة على أسس ديمقراطية. هذا هي الرسالة الروسية، وتتضمن بعض المواجهة كما تفضلتم. طيب سأعود لموضوع الموقف الغربي من هذه الانتخابات الرئاسية في سوريا سيد وضاح، ولكن لما نناقش اليوم بالأساس موضوع هذه الانتخابات الرئاسية؟ أليس من المفترض أن يكون هذا استحقاق انتخابي طبيعي كأي دولة؟ وسؤالي لك هو أن سوريا دخلت اليوم في مسار سياسي فيه طبعا رعاية خارجية كما نعرف، هذا الاستحقاق
الاستحقاق ربما يكرس اليوم الإرادة السورية الداخلية ويكسر بعض القرارات الخارجية التي لا تريد مصلحة سوريا. كيف يستوي كل هذا يعني في الوقت الذي تسير فيه سوريا في مسارات مختلفة فيها رعاية أجنبية، إن كان يعني للتوضيح جنيف، أستانا، سوتشي، كيف كل ذلك يكرس استحقاق داخلي في حين أننا أيضا في مسارات تسوية سياسية فيها بعض الرعاية الخارجية؟ لا شك كما تفضلت، لو كانت يعني الاستحقاق الرئاسي ضمن هذه التسوية في مسار منعزل أو عدم وجود الضغوطات سواء على تشكيل اللجنة الدستورية والتي استند عليها السيد لافروف قبل مدة عندما تحدث أول مرة عن صلاحية هذه الانتخابات، طالت هذه المدة تأسيس اللجنة، كثرة الضغوط، إذا لا وجود لأي استقلالية لهذا التسوية التي كانت تحت جنيف، واعتمدوا على تسوية سوتشي وعلى مسارات سوتشي وأسيتانا لإعطاء الأحقية لهذه الانتخابات، وأخيرا يعني وجود أي انتخابات أفضل من عدمها، وجود أي شرعية أفضل من عدمها، ولهذا نحرص ونعود. روسيا يعني لم تقم بدعاية لمرشح معين، حتى إذا تحدثنا عن فلاديمير تشوروف الذي صرح باسم الخارجية، لقد حضر يعني هذا لم نرى في الإعلام العربي عن ذلك، ولكن حضر إلى مقر السفارة السورية في 20 مايو وشاهد كيف تجري الانتخابات السورية في الخارج، وبالتالي يعني هذا الاهتمام يعطي يعني صلاحة وأحقية لأن كما تفضلتم أن يمضي بعد هذا الاستحقاق الرئاسي تمضي التسوية بالمسار التي هو أقل إمكانية للمضي فيه من دون ضغوط خارجية، ولو أن هذه الضغوط لن تنتهي، ولكن الموقف الروسي يحاول يعني منع أن تكون هذه الضغوط مؤثرة بشكل يؤدي أولا لتقسيم يعني الدولة أو عدم إعادة الأجزاء المحتلة منها. طيب دعني أعود معك سيد وضاح إلى الموقف الغربي من هذه الانتخابات الرئاسية. يعني البعض يقول بأنه هذه انتخابات سورية ليست شكلية، يعني وكما هو معروف سوريا أهم لاعب ربما على الأرض السورية وهي الحليف الأبرز للدولة السورية، هل ستبقى يعني الرد ربما طريقة غير مباشرة، إرسال مثل يعني هؤلاء المراقبين الروس، أم نتوقع خطوات لاحقة في المستقبل؟ وكيف يمكن تبرير ما تقوم به بعض الدول من منع المواطنين السوريين من التصويت في هذه الانتخابات على الرغم من أنه موجودين خارج سوريا ويعني يستطيعون التصويت بنعم أو لا؟ فكيف يمكن تبرير أيضا هذا الموقف؟ يعني هو هون الموقف كما تفضلت موقف غريب، يعني حتى لمجال التجربة، إذا كنا نعتقد كدول أوروبية معادية حاليا للنظام أو السلطة في سوريا، فدعا اللاجئين الذين تقولون أنهم أكثر من 80% و90% ضد الرئيس بشار الأسد، دعهم يصوتون، يعني ماذا ستخسرون إذا هكذا وهكذا تسموها مسرحية أو شكلية أو سورية يعني تعتبرونها أن ستنجح، دعهم يصوتون يعني ولنرى ماذا سيحدث. يعني نحن نتحدث اليوم بنفس الوقت قريبا ستكون الانتخابات البرلمانية الروسية، وللأسف يعني قسم كبير من المعارضة الذين خرجوا للشوارع يقاطعون الانتخابات. قمنا بإحصائية معينة أنا كناشط مدني حقوقي في روسيا، أنهم لو أتوا وصوتوا يعني التصويت الضعيف يثبت السلطة الموجودة في أي بلد، التصويت الضعيف سيكون جانب السلطة. لماذا تمنع المواطنين السوريين ولو أن معظمهم لم يحصلوا على جنسيات، أنهم مواطنون سوريون ولو أنهم لاجئون، لماذا يمنع يعني؟ بل بالعكس سيد وضاح، ربما ذلك من الممكن أن يدعم مواقفهم. أريد أن أشكرك شكرا جزيلا، وضاح جندي مدير مكتب التعاون العربي الروسي على كل هذه المعلومات.